يا كابتن طارق السعيد ريفالدو، تفتكر الجلسة دي قاعدين مع بعض بيعملوا ايه؟ عامل ايه يا هوبا؟ كل سنة وحشني وكل سنة وانت طيب يا كابتن طارق. يا رب يكون قضيت عيد اضحى مبارك عليك. الحمد لله وعلى رب العالمين كله خير. كريم بامبو تألق وجاب جون في الاهلي، هل ده كفيل ان يبقى في جلسة لعودة كريم بامبو مثلا؟ بص، هو كريم اصلا من اللعيبة الجيدة جدا، وانا شايف ان هو يخرج اعارة اعتقد دي كانت خطوة كويسة جدا ليه، ان هو يرجع صحيح. يلعب وياخد فورمة المباريات، وبيثبت يوم عن يوم ان هو جدير ان هو يرجع نادي الزمالك ان شاء الله. ايوه طيب، عايز اتكلم معاك في حاجه مهمه جدا يا كابتن طارق، وانت واحد من اللعيبه اللي لعبوا في نادي الزمالك، وده النادي اللي انت بتنتمي بيه، ورحت النادي الاهلي وعلاقتك كويسه حتى بالنادي الاهلي، وقضيت فيها يمكن رغم قصر مده وجودك في النادي الاهلي لكن احرزت بطولات وكانت علاقتك كويسه بالناس. كلام على سيد عبد الحفيظ والتصريحات ويمكن انا كل واحد حر يدافع عن نادي او يتكلم على نادي بالشكل اللي هو يراه، وان كان في ردود ممكن تكون رد من النادي المنافس مش رد من الاعلام ومن الصحافه ومن السوشيال ميديا. بص يا مهيب، انا عندي يعني عندي تحفظ في هذا الموضوع، خصوصا ان لازم المسؤولين الكبار اللي بيبقوا يعني في بوزيشن مهم جدا لازم يكون تصريحات طالعه في الطريق الصح، ولازم مش كل تصريح اقوله على فكره. بس اللي انا اعرفه عن سيد، لان سيد اصلا يعني كان صديق ليا شخصي، وكان يعني من واحنا صغيرين خالص نعرف سيد من ايام منتخب الشباب ومنتخب الاولمبي ومنتخب مصر الاول. فسيد على المستوى الشخصي من الناس اللي بتحب تهزر، يعني انا ما اعتقدش ان سيد هو ممكن يكون قاصد ولا مش قاصد، انا مش بدافع عنه، لكن انا شايف طبعا ان هو رده او كلمته على ان نادي الزمالك فاضل له 9 ضربات جزاء او القصص دي كلها، ما اعتقدش ان هي جايه في وقتها، وخصوصا انت اول واحد ما نتكلم على التعصب، واول واحد نتكلم احنا مش عايزين يعني يبقى في تعصب ما بين الفريقين ما بين القطبين الكبار. فاعتقد المسؤولين لازم يكون ليهم التصريحات، ويبقى عارفين بيطلعوا التصريحات امتى وبيقولوا ايه، خصوصا ان في بعض المباريات اللي جايه او كل المباريات اللي جايه خلاص ما فيهاش هزار، الاهلي بدا يقرب من نادي الزمالك، ولو كسب المباراتين القادمتين اللي هو مؤجلين له اعتقد هيبقى لبنات 61 61، فتدخلت خلاص في الجد، يعني ما فيش يعني اللي هيتكلم اي كلمه هتبقى محسوبه عليه الفتره اللي جايه. اتمنى من كل المسؤولين كل واحد يعني يخلي باله مش اكتر، يعني كل التقدير والاحترام سواء لسيد او ايا كان مين اللي بيصرح، لكن اتمنى ان يبقى فيه هدوء، لان الفتره الجايه مش مستحمله، ولا مستحمله حد يتكلم على تحكيمه، ولا مستحمله حد يتكلم ليه 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 مش مستحمله، ايه اللي هيحصل يعني؟ ايه اللي هيحصل؟ دي كره قدم، يعني ايه مش مستحمله يا كابتن طارق؟ علشان ما حدش يمسك ويكون عنده حجه. ليه بنودي الامور من كره القدم لاشياء اخرى؟ ليه؟ دي كوره وده موجود في كوره. هقول لك كابتن طارق وهسيب حضرتك تتكلم، بس يعني هنقل لك وجهه النظر اللي الناس ممكن ما تكونش واخده بالها شويه منها. في عالم كره القدم في تصريحات كبيره جدا بتكون ما بين ريال مدريد وبرشلونه مثلا في اسبانيا، ما بين ليفربول مثلا ومانشستر في انجلترا، ما بين الانتر والميلان او اليوفي، في تصريحات ضخمه جدا. انا مش مختلف. انا اللي شايفه الكابتن سيد عبد الحفيظ ذكي. ذكي ليه؟ هو شاف نفسه عليه ضغوط كبيره جدا كنادي اهلي او كسيد او كلعيبه، او وده بان في الفوز الصعب على الانتاج، راح شايل الضغوط دي كده وراح رميها للفرقه المنافسه. فانت يا تلقف ليه ما تقولش ان هو يا ما تلقفش ليه ما تقولش ان هو بيرميها للحكام؟ مش انا مش هقدر اتكلم في الحته دي، يعني انا اقدر اتكلم على ان الفريق هو اتكلم على الزمالك مثلا، الزمالك يطلع يرد عليه طالما هو انت اللي فتحت والله الباب. بص انت اللي فتحت الباب هترد، ما هو دي بقى اللي بنتكلم فيها يا كابتن مهيب. انت هترد وانا ارد ونخش بقى في ناس مع احترامي الشديد ليهم المستوى الفكري بتاعهم او الثقافي بتاعهم مش
زي بعض الناس. في ناس تانية بتبقى متعصبة جدا من الجماهير، وده قال وده عاد، طب انت والله، ويخش في رهانات. وانت عارف احنا كلنا من احياء شعبية، وعارفين القصص ما بين الاهلي والزمالك او الزمالك والاهلي بتبقى عاملة ازاي، والجماهير بتبقى عاملة ازاي. طب ليه انا مش انا راجل مسؤول اخلي الامور هاديه؟ اصل دي ما فيهاش ضغوطات على فرقتي واشيل الضغوطات من فرقتي. انت بتتكلمش على فرقتي، لا فيها بتتكلم على فيها كابتن، فيها العامل النفسي ده موجود، العامل النفسي موجود، واتجرب قبل كده وجاب نتيجه، يعني مجرب قبل كده وجاب نتيجه، العامل النفسي ده موجود.